قصة يا صاحبي. شايف الصف اللي قدامك ده؟ اللي قدامه بقى قلت لي الواحد اللي قدامه اهو ده عندي شابترين كبار، ومعنى كلمة كبار ان هو بيجيله درجة كبيرة جدا في الامتحان. امتحان اخر السنة، الورقة اللي بتاخدها في الفاينل 75 درجة، منهم 40 درجة ام سي كيو، 40 جملة، 40 ام سي كيو، 40 درجة، ده موضوع. و 35 درجة سؤال اسئلة شورت لوب. زي ما انت شايف كده دول 35 درجة، وانا عندي حوالي 6 شباتر في شابترين صغيرين، فالمفروض يجيلي سؤال في كل شابتر. بس قبل ما يجيلي سؤال في كل شابتر، في سؤال واحد بيجي تقريبا 10 درجات 7 درجات، وده اكبر سؤال فيهم. فانت متخيل يعني ايه 10 درجات من 35 درجة دول سؤال، والباقيين اللي فاضلين 25 درجة ده سؤال في كل شابتر، 4 درجات 3 درجات 5 درجات ماكسيمم. بس كده معاك 10 سؤال كبير، وبعد كده بقيت الشباتر كل شابتر عليه سؤال بخمس درجات. الشابتر الكبير اللي بيجي عليه سؤال كبير هيكون الدي ان ايه، هيكون الفيتامين، واحد من الاثنين دول غالبا. كان السنين اللي فاتت لفتره كبيره كان دي ان ايه بس، رئيس الاسم اللي فات خلى الدي ان ايه او الفيتامين، فكان الفيتامين بيجي فيه سؤال كبير. مشكله الفيتامين، الموضوع بتاع الفيتامين موضوع 90% منه حفظ، اكتر منه فهم. الفيتامين يا جماعه الشابتر مهم جدا، كله او كل الكلام اللي فيه له علاقه بالدنيا اللي احنا عايشين فيها، له علاقه بامراض كتير انت شفتها قبل كده، يا اما عارفها يا اما مش عارفها. شفتها بس انت مش عارف ان ده مرض اسمه كذا، هتعرف ان هو اسمه كذا في الفيتامين، وهتعرف علاجه ايه. فده له علاقه كبيره بحياتنا العمليه. بس الفكره برضو في الاخر ان الفيتامين حفظ. عندي انواع كتير من الفيتامينز، عندي فيتامين اي وفيتامين بي وفيتامين سي وفيتامين دي واي وكي، دول 6. بس البي لوحده في منه بي 1 لحد بي 13 وانا ماشي، فدول انواع كتير. يجي السؤال في الامتحان بكون مذاكر فيتامين، بس يجي يقول لك في الوظيفه بتاع الفيتامين بي 1 سؤال الفيتامين حاجه من اثنين، يعني يا اما الاثنين مع بعض، ده اللي بيجي دايما فانكشن وديفيشنس، وظيفه الفيتامين ولو قل ايه اللي يحصل. ده سؤال الفيتامين في الشورت روم. بس يجي يقول لي الفانكشن والديفيشنس بتاع فيتامين بي 1 بكتب له الفانكشن والديفيشنس بتاع فيتامين بي 2 مع اني مذاكر، بس بلخبط الدنيا في بعضها. خلاص كتبت بي 2 وطالب بي 1 ما خدتش حاجه، ضاع السؤال بتاعه. عشان كده بقول اهو في اول حصه الفيتامين مش بيذاكر بطريقه واحده بس، ملوش طريقتين في المذاكره. مش معنى انا اخدت النهارده فيتامين ايه روحت النهارده ذاكرت الفيتامين ايه، خلاص ده موضوع انتهى. الحصه اللي جايه خدت الفيتامين دي، المفروض بذاكر الفيتامين دي وابدا اراجع الفيتامين ايه تاني. مراجعتي في صوره قرايه، بقرا الفيتامين ايه مش اكتر، مش بقول لك بيذاكره، بقرا 10 دقايق قرايته وهو 3 صفحات. بس من غير قرايه الفيتامين اللي فات انا مش عارف افتكر الفيتامين ده كان وظيفته ايه. لان المفروض لما اقول بعد كده الفيتامين ايه هذاكر فيتامين ايه وارجع اقرا فيتامين ايه وفيتامين دي. الحصه الرابعه خدت الفيتامين كي، ذاكرت الفيتامين كي وقريت الفيتامين ايه وفيتامين دي وفيتامين اي، وانت لسه مذاكر الكي لحد ما اوصل لاخر حصه في الفيتامين. اكون انا مذاكر الحصه الاخيره ومراجع الاولى والثانيه والثالثه لحد الاخيره. مفيش طريقه ثانيه للفيتامين غير كده. الفيتامين مذاكرته مذاكره مقارنات، ان انا اجيب الفانكشن بتاع الفيتامين اي قصاد الفيتامين دي قصاد الفيتامين اي قصاد الفيتامين كي. لكن ذاكر كل واحد لوحده، روح الامتحان هتدخل كل حاجه في بعضها، وهتجيب وظيفه من الفيتامين دي تحطها في الفيتامين اي، واحده من الكي تحطها في الاي، وهتضيف كل حاجه على الثانيه. ذاكر الحصه الجديده واقرا الحصه القديمه، وتوقع مني في اي يوم في الفيتامين زي اقول لك بكره في امتحان على اللي خدناه من اول الفيتامين لحد ما خلصنا. ما تقوليش بقى يا دكتور احنا بكره، ده بكره مش هلحق. المفروض ده كل حصه بتذاكر جديد وبتقرا القديم. قلت لك اهو في اول الفيتامين، لو مش هتعرف تذاكر الفيتامين بالطريقه دي سيبه ما تذاكروش. خلاص؟ عشان الكلام ده يا جماعه بيحصل كل سنه، والناس تيجي في الاخر دكتور انا ذاكرته ما عرفتش اجمع الفيتامين. ما انت مش هتعرف تجمعهم، طول ما انت بتذاكر كل فيتامين لوحده مش هيتجمع. ذاكر الجديد واقرا القديم، وقبل ما اتكلم في اي حاجه هو في الفيتامين، قلتها للناس كلها. بدايه الكلام كلمه اسمها فيتامين، يعني ايه فيتامين؟ لكن يا جماعه في الكربوهيدرات كمان قلنا كربوهيدرات يعني كرب وميه. ما كلمناش او ما قلناش الكلام ده في الليبيد، لان الليبيد كلمه معناها دهون وانتهينا. بروتين ما كناش محتاجين نقول كلمه بروتين يعني بروتين.
لما فيتامين اول واحد او اول عالم اكتشف الموضوع ده كان عالم بولندي، لقى ماده بتحتوي على مجموعه اسمها مجموعه الامين اللي موجوده في كلمه امين. الماده دي كان استخدمها في علاج مرض هناخده ان شاء الله قدام شويه، سمعت انت عنه في الكارديو، اسمه البيري بيري. الفيسيولوجي يعني حتى لو قالوا اسمه كده ومشوا. المرض ده يا جماعه كان علاجه فيتامين اسمه الفيتامين بي 1. الراجل ده يا جماعه اكتشف ان في ماده معينه جابها من الرز بطريقه معينه كان جواها مركب او مجموعه فعاله اسمها امين، وسمى المركب ده فيتا امين. كلمه فيتا جايه من كلمه فيتال. يعني ايه فيتال؟ فيتال يعني حيوي، فيتال يعني ضروري، فيتال يعني اسينشال. انا مش كاتب عشان اقول لك ان الفيتال معناه فيتال وامين، انا كاتب عشان اقول لك ان كلمه فيتال بتساوي كلمه اسمها اسينشال. يعني ايه كلمه اسينشال؟ يعني ايه اسينشال؟ يعني ضروري، يعني ما بيصنعش جوه جسمي وبالتالي لازم اخده فين؟ في الدايت. لو جيت بقى تجمع معايا كده من اول شابتر خدناه، هو يا جماعه الكربوهيدرات كان فيه اسينشال ونون اسينشال؟ كان فيه؟ لا، لا ليه؟ عشان كل الكربوهيدرات نون اسينشال. لو انا ما اكلتش السكريات هصنعهم جوه جسمي. الليمت كان فيه حاجه اسينشال وحاجه نون اسينشال. البروتين كان فيه اسينشال ونون اسينشال. والفيتامين اهو فيه اسينشال ونون اسينشال. سؤال جاي لهم يا جماعه من كام سنه كده، من سنتين، سؤال ام سي كيو. كان السؤال الوحيد اللي صعب في الاسئله كلها، بيقول مين في المواد الغذائيه اللي جايه دي انا ممكن استغنى عنه في الدايت؟ هي كاتب الاختيارات كربوهيدرات وليبت وبروتين وفيتامين سي. هو الفيتامين ما بيصنعش جوه جسمه، يبقى لازم يكون في الدايت. البروتين فيه جزء وجزء، يعني لازم برضه يكون في الدايت. الليبت كان لازم يكون فيه جزء في الدايت، نون كربوهيدرات، نون اسينشال. موجود بقى في الدايت، مش موجود في الدايت، كده كده جسمي هيصنعه. كان سؤال من الاسئله الغريبه اللي كانت جايه في الامتحان، والناس اختارت الفيتامين سي. مع ان يا جماعه كل الفيتامينز كانوا مالهم؟ كانوا نون اسينشال، او سوري كانوا اسينشال. وده اول جمله خالص في الفيتامين، في اول حاجه في اول صفحه بيقول يعني ايه فيتامين؟ كل اللي هقوله دلوقتي اسئله ام سي كيو. يعني بتقرا وتفهم وترمي. يعني ايه فيتامين؟ قال لك هو عباره عن اورجانيك. طب ما هو اي حاجه في جسمي اورجانيك. عباره عن اورجانيك اسينشال كومباوند، ودي الكلمه اللي عايزها. يعني ايه اسينشال؟ يعني كل الفيتامين من اول فيتامين خدناه لحد اخر فيتامين هناخده ما بيصنعوش جوه جسمي. مهما كانت الظروف انا مش هعرف اصنع الفيتامين في جسمي. الكلمه الثانيه بتقول انا يا جماعه لما اكلت كربوهيدرات خدته كسرته وطلعت منه طاقه. لما اكلت ليبت كسرته وطلعت منه طاقه. لما اكلت بروتين كان ممكن اكسره برضه واطلع منه طاقه. لما اكلت كربوهيدرات خدته وصنعت منه مركب كبير اسمه جلايكوجين وخزنته. لما خدت الليبت صنعت منه مركب اسمه تراي اسايل جليسترول وخزنته في الاديبوز تيشو. لما اكلت بروتين صنعت جسمي كله وكل اورجانز في جسمي بروتين. يبقى كل حاجه اكلتها كسرتها عشان الطاقة وصنعت منها حاجة. إلا الفيتامين. الفيتامين لو أكسرها وأطلع منها إنرجي مش مصدر للطاقة، ولا بحطهم على بعض وأصنع أورجان مثلا. مفيش حاجة في جسمي اسمها كده. لا بكسره ولا بصنع منه. لا. أمال بعمل بيه؟ دكتور الفيتامين كل وظيفته هي عبارة عن كلمة اسمها كو إنزيم. هو عبارة عن كو فاكتور. طب هو كده يا جماعه الانزيم مهم؟ احنا قلنا قبل كده ان جسمي ده الانسان كله على بعضه شويه انزيمات شغاله، وقفت الانزيمات مات الانسان. فتخيل ان الانزيم موجود بس ملوش كو انزيم. تخيل كده يا جماعه ان الانزيم اسمه دي هيدروجينيز بس مش معاه ماده اسمها الفات او مش معاه ماده اسمها النات. هنشيل هيدروجين يحطه فين؟ مش هلاقي مكان يحط عليه هيدروجين، يقف الانزيم. وكان يا جماعه من غير الفيتامين مفيش حاجه اسمها كو انزيم، ومن غير كو انزيم مفيش انزيم، ما هو الانزيم مش هيشتغل. عشان كده بيقول ان الفيتامين لا بكسره عشان اطلع منه طاقه، ولا باخده وابني منه بعض الاورجان، يعني هو مش فيول، مش مصدر للطاقه، ومش ستراكشر يونت، ومش وحده بناء. امال هو عباره عن كو انزيم، عباره عن كاتاليست. حالا كتير هتلاقينا كاتب لك في الاجابات او في الفانكشن بتاع الفيتامين كو انزيم 4. عامل مساعد لي نقطتين رقم واحد، انزيم اسمه كذا، انزيم اسمه كذا، انزيم اسمه كذا. فدايما الفيتامين كل وظيفته كلمه كو انزيم وخلص الكلام. طيب بعد كده بيقول ثلاثه ديفينيشنز عايز اعرفهم بالعربي. افهم وارمي اسئله ام سي كيو. اولا
في كلمة اسمها فيتامين وفي كلمة اسمها فيتاجين. نبدأ الأول بكلمة اسمها فيتامين. يعني ايه فيتامين؟ بص الكلمة الثالثة دي يعني ايه يا جماعة كلمة برو فيتامين؟ يعني ايه كلمة برو انزايم؟ يعني ايه كلمة بري انزايم؟ يعني عبارة عن مادة لسه بتتحول إلى انزايم، مادة ان اكتف هكتفها إلى انزايم. يعني ايه كلمة برو فيتامين؟ يعني مادة لما اكسر منها كلمة برو هيديني مادة اسمها الفيتامين. يعني عبارة عن مادة خام لما اكسرها أو لما أعمل فيها حاجة معينة أحولها لمادة اسمها الفيتامين. يبقى يا جماعة هل البرو فيتامين هو الفيتامين؟ لا. الفيتامين صريح اسمه فيتامين. لكن ممكن يكون موجود في صورة مادة خام اكسرها واطلع من جواها الفيتامين واسميها برو فيتامين. مش عايز ديفينيشن، عايز اعرف يعني ايه كلمة برو فيتامين. وتاني كلمة واضحة، برو يعني قبل وفيتامين يعني فيتامين، يعني لما اكسر ده هيديني الفيتامين. يعني ايه فيتامين؟ فيتامين لما اقول لك يعني ايه فيتامين هقول لك ايه هي الفيتامينز بتاع فيتامين دي. فيتامين يعني تايبس، الفيتامين دي انواع الفيتامين. فيتامين دي منه فيتامين دي 2 وفيتامين دي 3، خدنا دي 3 احنا في الليفل. هيقول لك ايه الفيتامين بتوع الفيتامين دي؟ دي 1 ودي 3 او دي 2 ودي 3. ايه الفيتامين بتوع الفيتامين ايه؟ في منه كذا وكذا وكذا. فيا جماعه كلمه فيتامين بتساوي كلمه تايبس وهنقولها كتير. كلمه فيتاجين بقى اللي عايز اوصل لها. يعني ايه فيتاجين؟ يا جماعه كلمه فيتاجين يعني اي ماده اسينشال، اي ماده اسينشال ما عدا فيتامين. يعني لو كانت الماده بتاعتك اسينشال واسمها فيتامين يبقى هو ده اسمه الفيتامين. طب كانت ماده اسينشال بس مش الفيتامين يبقى دي اسمها فيتامين. يعني شفت الاسينشال فاتي اسيد دول فيتامين لان هما اسينشال وما هماش فيتامين. شفت الاسينشال امينو اسيد اهم دول برضو فيتامين لان هما اسينشال ومش فيتامين. كانوا يا جماعه قسم الحاجات الاسينشال في الدنيا حاجتين، لفيتامين ونون فيتامين. الفيتامين ده اسينشال واسمه فيتامين، اي حاجه ثانيه اسينشال وما اسمهاش فيتامين احطها طبعا على اسمه الايه؟ الفيتامين. وصلت؟ طيب في حاجه صغيره بتقول احنا يا جماعه كل شويه في كل فيتامين هناخده هناخد فيه كذا عنوان. اخر عنوان دايما بقوله حاجه اسمها الريكوايرمنت، انا بحتاج من الفيتامين ده في اليوم قد ايه؟ دايما هتلاقي الارقام اللي بقولها يا جماعه ميلي جرام في اليوم، مايكرو جرام في اليوم، في واحدة اسمها انترناشونال يونت وحدة قياس عالمية كده في اليوم. يعني ايه يا جماعة ملي جرام؟ يعني ايه مايكرو جرام؟ يعني ولا حاجة، رقم صغير جدا. لأن يا جماعة لما جم يقسموا المواد الغذائية اللي أنا باكلها قسموها لنوعين، نوع سموه المايكرو نيوترنت، مايكرو نيوترنت، ونوع سموه الماكرو نيوترنت. مايكرو طبعا واضح من اسمها انا بحتاجها بكميه صغيره، وماكرو بحتاجها بكميه كبيره. يعني مثلا البروتين ده ماكرو باخده بكميه كبيره، الفيتامين ده حاجه اسمها مايكرو. عشان كده يا جماعه انا لو باكل اكل عادي باكل اكل طبيعي، انا لو باكل خضار وفاكهه مثلا في اليوم عمر الانسان ده ما هتلاقي عنده نقص في اي فيتامين. ليه؟ لان انا بحتاج كميه صغيره جدا من الفيتامين. يعني يا جماعه انا الفيتامين سي مثلا موجود في البرتقال، انا مش محتاج اكل البرتقاله كلها عشان اخد الفيتامين سي اللي محتاجه في اليوم. لا، انا محتاج كميه صغيره اصلا، يعني مش لازم اكل فص برتقال كامل عشان خاطر يكون فيه الفيتامين سي اللي انا عايزه. فالفيتامينز بحتاجها بكميه صغيره جدا وزي ما نشوف دلوقتي في الارقام. مش عايز اضيع وقت كتير في اول صفحه دي، لان اول صفحه دي هنكتب عليها قرايه عشان خاطر الام سي كيو. عايزين ندخل على اول فيتامين مهم اسمه الفيتامين ايه. أول حاجة هكتبها جنب الفيتامين إيه جملة بالعربي بتقول إن الفيتامين إيه ده موجود في الجزر. ده معروف إن الجزر بيقوي النظر، ودي أول جملة كتبتها. فيتامين إيه موجود في الجزر، ما تنساش الكلمة دي. هبدأ بقى يا جماعة أمسك الفيتامين إيه واحدة واحدة. من مزايا شابتر الفيتامين إن أنا عندي عناوين ثابتة. قبل ما أعدهم واحد اتنين تلاتة هقول لك اوعى تغرق من الحصه بتكون من غير ما تكون حافظ سؤال امتحان اخر السنه. كل حصه عندي فيتامين في عنوان اسمه فانكشن وعنوان اسمه ديفيشنسي. ايه وظيفه الانزيم او ايه سوري وظيفه الفيتامين ولما يقل ايه اللي يحصل؟ حفظت الوظيفه اعكسها هتطلع الديفيشنسي. الاثنين دول ما تخرجش من الحصه وانت مش حافظهم.
يعني لو الامتحان بره الحصه وانت عندك حصه دلوقتي فيها فيتامين ايه، تخرج من هنا تحل السؤال بره قبل ما تراجعه في البيت، وده اللي المفروض يحصل، وده اللي انا هسال فيه بعد ما اقوم. الحاجه الثانيه بقى، انا عندي كذا نوع او كذا حاجه هنتكلم عليها، وده تبع الشابتر كله. اي فيتامين هنتكلم عليها نبدا كلامنا بعنوان اسمه الكيمستري. الكيمستري زمان يا جماعه كانت مشكله كبيره، لان كلمه كيمستري معناها تركيبه الكيميائي، معناها الاستراكشر بتاعه. فدايما في رنج، دايما في حلقه، دايما في مجموعه، دايما في مش عارف حاجه كده اسمها غريب لازم اكون عارف شكلها. دلوقتي ما عادش الكلام ده، كل عايز اعرفه فيها كذا وكذا عشان سؤال الام سي كيو. يقول لك الرنج الفلانيه موجوده فيتامين اسمه ايه، او الفيتامين الفلاني جواه رنج اسمها ايه. خلاص خلص الكلام. رقم 2 هنتكلم عن التايبس، مش هكتبها تايبس، كل مره هكتبها كلمه اسمها يا جماعه ايه، فيتامينز. بعد كده اهم عنوان اسمه السورس. ايه السورس؟ جالي عيان شخصته ان هو عنده نقص في الفيتامين ايه، هقول له كل فيتامين ايه، هيرد عليه يقول لي دكتور الفيتامين ايه موجود فين، فلازم اكون عارف السورس بتاع الفيتامين ايه فين. طبعا يا جماعه السورس هتلاقيني في الاخر مثبت لك كلام كل الفيتامينز موجوده في كذا وكذا. بعد كده فانكشن طبعا وديفيشنسي، وده اللي احنا عايزين نوصل له في الاخر. بعد كده بعض الامراض او بعض الفيتامينز بيبقى عنده مشكله، مش بس لو قل كمان لو زاد. لو خدته بكميه قليله اقل من اللي انا عايزه يعمل لي مشكله، خدته بكميه اكبر يعمل لي برضه مشكله. فبسميها يا جماعه هايبر فيتامينوزيس. طبعا هايبر يعني كتير، وفيتامينوزيس يعني زياده الفيتامين في الدم. اخر حاجه عنوان كده اسمه الار دي اي، يعني الريكويرمنت اللي انت عايزها في اليوم الواحد. دول كده يا جماعه ثابتين في كل الفيتامين، كيمستري وانواع، وطبعا ده تبع ده سورس فانكشن ديفيشنسي، واخر حاجه بحتاج منه قد ايه في اليوم. نبدا كده نشوف الفيتامين ايه ونطبق الكلام ده عندي. الفيتامين ايه يا جماعه؟ ككيمستري بيتكون من حاجتين. الاولى حلقه اسمها غريب شويه اهي، اسمها بيتا ايون رينج. بيتا ايون رينج. هتسال يعني ايه دكتور كلمه بيتا ايون؟ طيب البيتا ايون رينج عامله كده يا جماعه اهي، حلقه ثلاثيه هنا كده في سي اتش 3، وجنبيها كده برده في سي اتش 3، وفي دبل بوند هنا، وهنا كمان سي اتش 3، وماسكه مع مركب هنا كده. دي البيتا ايون. فرقت معاك في حاجه؟ يبقى يا جماعه انا عندي الفيتامين اي بيتكون من ايه؟ رقم 1 بيتا ايون رينج. زائد يا جماعه سلسله جانبيه بكتبها تبع هنا كده عامله كده. بص سي اتش دبل بوند سي اتش، وبعد كده سي ماسكه مع سي اتش 3 ودبل بوند سي اتش. فرق معايا شكلها في حاجه؟ برضو لا. الماده دي يا جماعه اسمها الايزوبرين يونت، واحده من الايزوبرين. بس انا عندي اثنين ايزوبرين يونت عشان يبقى تركيب الفيتامين ايه حاجتين، بيتا ايون و2 ايزوبرين يونت. فلما اقول لي يا جماعه كلمه اسمها ايزوبرين ممكن يقول لي عليها ايزوبنتينايل. يعني ايه كلمه بنتينايل؟ جايه من كلمه ايه بنتينايل دي؟ الكلمه اسمها بنتا، وبنتا يعني كام كربونه؟ 5، اللي هم دول 1 2 3 4 5. ممكن يسميها ايزوبرينويد، ممكن يسميها ايزوبرين، ممكن يسميها ايزوبنتينايل، المهم اسمها ايزوبرين يونت وخلصت. خلاص؟ في مشكله؟ يبقى انا يا جماعه المفروض لما ارجع البيت دلوقتي النهارده ابقى عارف ان الفيتامين ايه عباره عن حاجتين، بيتا ايون ودين ايزوبرين يونت. خدت بالك ان الايزوبرين يونت كان فيها دبل بوند؟ كان فيها 2 دبل بوند، لما رسمنا سي اتش دبل بوند سي وبعد كده دبل بوند مع السي اتش 2 اللي بعديها. يبقى كده يا جماعه انا عندي 2 دبل بوند. ليه بقى؟ ايه انواع الفيتامين؟ بيقول ان الفيتامين ايه منه 5 انواع. ازاي؟ احنا قلنا يا جماعه الفيتامين ايه موجود فين؟ في الجزر، والجزر كان بيقوي النظر. تعرف ان الفيتامين ايه موجود في الشبكيه بتاع العين؟ يعني ايه شبكيه؟ خدناها يعني الريتنا. ريتنا. طب بص بقى، سموا الفيتامين ايه كلمه اسمها ريتينال. سموه ريتينال، سموه باسم الشبكيه. سموه ريتينال عشان خاطر كلمه ريتن معناها ريتنا. طب ليه سموه ال؟
قال عشان في مجموعة فعالة اسمها الدهايد. ده معنى كلمة قال اللي في الآخر، ده معنى كلمة قال يعني الدهايد. مش دايما المجموعة الفعالة لازم يكون اسمها موجود في اسم المركب؟ جليسرول لازم يكون جواه اول، جلوكوز لازم يكون جواه اوز، عشان كده يا جماعة سموه ريتينال. هل ممكن اخد المجموعة دي واحولها لمجموعة اسمها CH2OH؟ مجموعة دي الكحول. اه ممكن ساعتها يبقى مركب لما هو ريتينال يبقى اسمه يا جماعه ريتينول. سؤالي بقى، هو مش شايف مجموعه الالدهايد دي موجوده في السكر في الكربوهيدرات؟ لما كنت بحوله لمركب ده كده مش كنت بسميه شوجر الكحول؟ كانت ريدكشن ولا اوكسيديشن؟ ريدكشن. ما انا ضفت كام هيدروجينه؟ ضفت اثنين اهم. طب هل ممكن اخد مجموعه السي او اتش جروب دي واحولها لمجموعه اسمها سي او او اتش حمض يعني؟ اه بالاكسده يطلع لي مركب اسمه الريتينويك اسيد. الريتينويك اسيد عشان بكده يا جماعه يكون عندي ثلاث مركبات، ريتين ال وريتينول وريتينويك اسيد. مش بس ثلاثه، ده الثلاثه ممكن يتحولوا لبعض. يعني انا اسمي ريتينال، ريدكشن هيبقى اسمي ريتينول، اوكسيديشن هيبقى اسمي ريتينويك اسيد. طب بص، انا اسمي ريتينول اكسده هيديك الريتينات، اكسده هيديك الريتينويك اسيد. اسمي ريتينويك ريدكشن، ريتينال ريدكشن اسمي ريتينول. فانا عندي ثلاثه والثلاثه بسميهم انتر كونفرتد، انتر كونفرتبل، ممكن احولهم لبعض. ثلاث انواع من الفيتامين اي، ريتينال وريتينول وريتينويك اسيد. اهم حاجه عندي يا جماعه في الثلاثه دول مين؟ في سؤال بيقول مين اللي ماشي في الدم ومين اهم واحد، مين بيعمل الوظيفه؟ انت قلت لي الشبكيه اسمها ايه؟ ريتينا، اخرها ايه؟ فاللي بيعمل وظيفه في العين اسمه الريتينال، ده اللي بيعمل وظيفه، افتكرها كده. اللي ماشي في الدم اسمه الريتينول، ما يهمنيش. اللي عمل الوظيفه في العين شبكيه يعني ريتينا اخرها ايه، فاللي بيعمل وظيفه هو الال اللي هو اسمه الريتينال. ما زال يا جماعه في كمان نوعين من الفيتامين ايه. انت مش قلت لي ان الفيتامين ايه كان الكيمستري بتاعته ايه؟ بيتا ايرون. وايه يا جماعه؟ نين ايزوبرين. كان رمزه ايزوبرين اهو، بص عليه تاني كده سي اتش وبعد كده سي ماسكه في سي اتش 3 دبل بوند سي اتش. شايف دول؟ شايف الدبل بوند دول؟ احنا يا جماعه الدبل بوند بتاعتي يا اما يكون اسمها ايه؟ سيس، وده اللي خدناه في الفاتي اسيد، يعني يكون اسمها ترانس، وده ما خدناهوش قبل كده. كان ده الشكل ده سيس ولا ترانس؟ ده سيس ولا ترانس؟ سيس. ترانس كان معناها ايه؟ معناها معكوسين، كان الدبل بوند اهو واحده فوق والثانيه تحت. عندي نوعين من الفيتامين ايه على حسب نوع الدبل بوند، هي سيس ولا ترانس. ففي نوع اسمه الاول ترانس. يعني ايه كلمه اول ترانس؟ يعني يا جماعه كل الدبل بوند اللي موجوده في المركب دي موجوده في الصوره الايه؟ في الترانس. وبكده يا جماعه يبقى عندي حاجه اسمها الاول ترانس ريتينول، او الاول ترانس ريتينال، او الاول ترانس ريتينويك اسيد. صح؟ وهما ثلاث انواع على حسب المجموعه الفعاله، وهو يا اما يكون اسمه اول ترانس يا اما يكون اسمه 11 سيس. يا اما كل الدبل بوند موجوده في الصوره ترانس، يا اما كربون رقم 11 بس هي اللي موجوده في الصوره. ايه يا جماعه؟ السيس. وبالتالي عندي حاجة اسمها 11 سيس ريتينول، و11 سيس ريتينال، و11 سيس ريتينويك اسيد. يبقى كده يا جماعة بقى عندي كام نوع من الفيتامين ايه؟ بقوا بخمسة. يا إما الريتينال ريتينول ريتينويك، ده على حسب المجموعة الايه؟ الفعالة. يا إما 11 سيس وأول ترانس على حسب نوع الدبل بوند أو شكل الدبل بوند. هو أنا لو حبيت أحول مركب اسمه أول لمركب اسمه ريتينال، أكسد ولا اختزل؟ أكسد. أنا ماشي كده، حبيت أجيب الريتينويك أكسد تاني. طب جيت من الريتينويك أسيد وعايز أروح الألكحول يبقى ريدكشن، يبقى قدرت أحول الآل والأول والريتينويك أسيد لبعض. لو حبيت أحول السيس لترانس يبقى أنا محتاج أنزيم اسمه إيه؟ اسمه سيس ترانس أيزوميريز. وده اللي كنا خدناه في الانزيم، وقلنا ايه يعني ايه دكتور كلمه اول ترانس وقال ايه 11 سيس، ده معنى الكلام اهو. يبقى كده انا عرفت ازاي احول الاول لال
والريزينوميك اسيد وازاي احول 11 سيس الى اول ترانس. خلاص هو بالمره صحيح بيبقى اسمه 11 سيس يعني كربون 11 بس اللي في الصوره السيس، يبقى بقيه الدبل بوند موجودين في الصوره الايه؟ يبقى يا جماعه الاساس كان ترانس، لما بغير بغير كربون رقم 11 بس عشان يبقى عندي حاجه اسمها اول ترانس و11 و11 سيس. يمين هي الكربون رقم 11 يعني شفت يبقى كده احط ايزوبرين وايزوبرين خمسه وخمسه يبقى عندي كده كذا كربون يعني بعدهم من اول من اول الحلقه برضه مش حد هناك كان في واحده ايزوبرين دي واحده بس الثانيه بقى الثانيه على كرر تاني. واحنا يبقى دول هما خمسه ابواكي، ما هو يعني مش هو فيه ريتينول والتينول والتينول، مش كل واحده منهم فيها العسل والتينول. بكام يعني انا بقول انواعهم ايه؟ واحد اثنين ثلاثه على حسب المجموعه، واحد اثنين على حسب الدبل بوند. بعد كده طلعها هطلع منه انواع كتير، مش منها انواع كتير، عايز اطلع بس فكره الانواع بتاعته ايه. في سؤال اسمه فايتر، في سؤال جه في امتحان اسمه ايه انواعه؟ استاذ اكون عارف ان في ثلاثه على حسب كذا واثنين على حسب كذا. بصوا معايا بقى، خلصنا يا جماعه كده الكيمستري وخلصنا الفيتامين، السورس. اسمع كده اول جمله عشان الجمله دي غريبه قوي. بيقول فيتامين اي، بص لي هنا، فيتامين اي از انيمال اللي بيتكلم سورس اونلي. الفيتامين ايه يا جماعه مش موجود في الانيمالز بس، يعني انا لو عايز فيتامين ايه كل حاجه فيها مصدر حيواني، كل اي حاجه من المصادر الحيوانيه. طبعا اول سؤال بيسالوه العيال اكل ايه يا دكتور؟ كل اي حاجه من المصادر الحيوانيه. اكل ايه يا دكتور؟ هو يعني ايه مصادر حيوانيه؟ ما تقول لي مين؟ طبعا يا جماعه اي حد هيرد كل لحمه، كل فراخ، كل سمك، اي حاجه بقى. لا انا بسال دلوقتي يا جماعه ايه اكتر مصدر مليان فيتامين؟ لان اي حاجه فيها فيتامين، بس الراجل دلوقتي ده عيان وعنده نقص في الفيتامين، عايز اديله حاجه مليانه ريتش في الفيتامين ايه. اكتر حاجه يا جماعه غنيه في الفيتامين ايه، وهثبت الكلمه دي مش في الفيتامين ايه بس، لا في الفات سوليبل كلهم. هم مين الفات سوليبل؟ الاي والدي والاي والكي، ادي الاربعه دول. كل دول المصادر الحيوانيه ثابته فيهم دول ثلاث حاجات اللي هم يا دكتور ليفر ولبن وبيض. ثبت الثلاث كلمات دول مع بعض. دايما يا جماعه يقول لك لبن وبيض، لبن وبيض، دايما الاثنين دول مع بعض. وليفر في الاول. الكبد يا جماعه اكتر حاجه مليانه مواد غذائيه. عشان كده العيان اللي عنده انيميا يقول له كل كبد عشان الكبده مليانه حديد. العيان اللي عنده نقص في الفيتامين كل كبد عشان الكبده مليانه فيتامينز. لان يا جماعه الكبد الليفر ده هو المكان بتاع الميتابوليزم. ده المكان اللي ببني فيه وبكسر فيه، فكان يا جماعه ده المصنع مليان مواد غذائيه. عشان كده بقول ليفر ولبن وبيض، ليفر ولبن وبيض، صبي الثلاث كلمات دول عندك. اي مصدر حيواني واحد اثنين ثلاثه. خلاص؟ بعد كده ازاي دكتور موجود في الانيمال سورس اونلي؟ مع ان قلنا اول جمله في الفيتامين هو موجود في الجزر والجزر بيقوي النظر. طب دكتور هو كلمه جزر يعني ايه؟ كلمة جزر بالانجليزي يعني كارب. في كلمة اسمها الكاروتينز اللي خدناهم قبل كده، لما خدنا كلمة اسمها الكاروتينويد وكانت بيجمنت صبغة كان لونها ايه؟ كان لونها اصفر. فعشان كده يا جماعة بنقول ان الفيتامين ايه؟ انيمال سورس اونلي. طب وبالنسبة للجزر؟ قال اللي موجود في الجزر مش فيتامين ايه؟ امال حاجة اسمها البرو فيتامين ايه. شفت انا قلت ايه؟ فيتامين ايه از انيمال سورس اونلي، اي حاجه تاني غلط. طب ما هو موجود في الجزر، لا مش موجود في الجزر، اللي موجود في الجزر ماده اسمها الكاروتين مش اسمها فيتامين ايه. دي ماده اسمها برو فيتامين، لما تدخل جوه جسمي هكسرها فتديني الفيتامين. يبقى يا جماعه كاني بقول الفيتامين ايه صريح كفيتامين ايه موجود فين؟ في الانيمال سورس اونلي. لكن ممكن يكون موجود فين تاني؟ ممكن يبقى
يبقى الفيتامين ايه يا جماعه كاساسي موجود كفيتامين ايه اسمه فيتامين ايه في الانيمال سورس، لكن ممكن يكون موجود في المصادر النباتيه بس ما اسموش فيتامين، اسمه برو فيتامين وسميناه كلمه اسمها كاروتينويد. فسالني طب دكتور الكاروتينويد دول الكاروتينز دول موجودين فين في المصادر النباتيه؟ قال لي بص هو انا يا جماعه باكل ايه في النباتات؟ ما هو النبات ده يا اما خضار يا اما فاكهه، مفيش حاجه ثانيه غير كده. فقال لي موجود في الفروتس وفي الفيجيتابلز، وعشان كده هنثبت في كل الفيتامين اللي موجود في البلانت سورس حاجتين فيجيتابلز وفروتس. وقول اي مثال، وقول اي مثال. مثلا فيتامين ايه ببدا امثلتي بيه يا جماعه بالكاروتس. بيقول موجود يا جماعه الكاروتينز دول، دي ماده زي ما انتم قلتوا من شويه عباره عن بيجمنت، وعشان كده البتاع ده اللي هو الكاروتينز ده موجود في اي فاكهه او خضار بس يكون ملون. يعني قول لي مثال على خضار ملون. هو اسمه خضار ليه؟ عشان هو لونه اخضر، عشان هو جرين. في اي حاجه يا جماعه من الخضروات صح، بقول في الجرين ليفي فيجيتابلز، في الجرين فيجيتابلز. دي حاجه. حاجه ثانيه موجود في الفروتس، قول لي فاكهه ملونه. هسالك انا سؤال ثاني، قول لي فاكهه مش ملونه. يبقى يا جماعه موجود فين في الفواكه؟ موجود فين في الخضار؟ اي حاجه بقى، قول له تفاح، قول له برتقال، قول له اي مثال. المهم في الاخر يا جماعه ابدا كلامي بمين؟ ببدا كلامي بحاجه اسمها انيمال سورس اونلي زي ليفر ولبن وبيض. بعد كده برو فيتامين، اوعى تغلط وتقول حاجه ثانيه غير كلمه برو فيتامين. موجوده في الفيجيتابلز، موجوده في حاجه اسمها الكاروتينز، والكاروتينز موجوده في الجرين فيجيتابلز وفي الفروتس والكارد فروتس. سالني الكاروتينز دول يا جماعه ثلاث انواع. بص لي كده، نوع اسمه الفا ونوع اسمه بيتا ونوع اسمه جاما. صعبه دي؟ كاروتينز ثلاث انواع، الفا وبيتا وجاما. مين احسن واحد في الثلاثه؟ قال لي البيتا. قلت له ليه؟ قال لي اصل البيتا يا جماعه جواها اثنين رينج اسمها البيتا ايون. هو فيتامين ايه كان جواه كام رينج اسمها بيتا ايون؟ واحد. يبقى انا لما يكون جواه اثنين بيتا ايون هطلع كام فيتامين ايه؟ اثنين. وعشان كده يا جماعه ده احسن واحد فيهم، لان البيتا كاروتين الواحد بيديني اثنين فيتامين ايه، لكن الالفا في بيتا ايون واحده بيديني واحد فيتامين، والجاما في واحده فيديني واحد فيتامين، فده احسنهم لان من البرو فيتامين ده ممكن اصنع اثنين فيتامين ايه. يا جماعه السورس من الاخر كده، من الاخر كخطوط عريضه اسمه انيمال سورس اونلي اند برو فيتامين. اقول لك على حاجه حلوه كمان، هو يا جماعه مش قلنا ان الفات سوليبل اللي هم الادك؟ النهارده اشرح الفيتامين اي وبكره او الحصه اللي جايه فيتامين دي. الاي والدي الاثنين اللي ورا بعض زي بعض في السورس، يعني الفيتامين دي برضو انيمال سورس وبرو فيتامين، والانيمال سورس هو نفسه الانيمال سورس، هنغير بس البرو فيتامين. خلاص. على فكره احنا كده يا جماعه خدنا في الفيتامين دي بتاع الحصه اللي جايه الثلاث عناوين اللي في الاول دول، الكيمستري والفيتامين والسورس. طيب نخش على المهم بقى، فانكشن. ايه وظيفه الفيتامين ايه؟ وظيفه الفيتامين ايه سبعه، وفي الفيتامينز لما يبقى وظيفته سبعه يبقى انا المفروض مني لو جاي سؤال في الامتحان يقول لي اكتب وظيفه الفيتامين ايه، اكتب كام من السبعه؟ اكتبهم سبعه. لو ينفع يبقوا 8 هكتبهم 8. ايه وظيفه الفيتامين ايه؟ بص لي كده الجمله اللي كتبناها جنب العنوان، قلنا موجود فين؟ في الجزر، والجزر بيقوي النظر، فاول وظيفه اسينشال فور فيجن. اكتبها رقم 2 غلط، اكتبها رقم 3 غلط، رقم 1 اسينشال فور فيجن، رقم 2 ورقم 3. بصوا كده يا جماعه اسمهم جروس، مسؤولين عن الجروس. انا ما اتكلمتش كتير في اسينشال فور فيجن دي لان لسه هتكلم عنها كمان شويه. رقم 2 و3 الجروس. الفيتامين ايه يا جماعه مسؤول عن النمو الطبيعي بتاع الانسان. فسالته يعني ايه جروس؟ قال لي بص بيحافظ على النورمال جروث بتاع الانسان. زي ما انت شايف كده يا جماعه ده كلام انشا، يعني ايه النورمال جروث؟ نمو طبيعي. ايه؟ وبعدين رقم 3 قال لي مسؤول عن النورمال جروث اوف البون اند تيث بالتحديد، العظم والسنان. يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ انا عندي طفل صغير
المفروض ان هو يقوم يقف على رجليه لما يبقى عنده 10 شهور، يبدا يمشي عند سن 12 شهر، يبدا يجري عند سن 15 شهر. الطفل ده يا جماعه عدى عليه 10 شهور 11 12 ما وقفش ليه؟ ما عنده مشكله في العظم مش قادر يقف عليه، عشان كده لحد دلوقتي ما وقفش. مثلا في التيث الطفل لما يبدا يسنن اول سنه تظهر مثلا عند سن 6 شهور ل9 شهور، ده الرينج بتاعها. عدى الشهر السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر وما طلعتش، يبقى كده في مشكله، في عنده حاجه غلط في العظم بتاعه. فده يا جماعه فكره يعني ايه نورمال جروس ويعني ايه كلمه جروس اوف بون اند تيث. فبقول رقم 2 و3 مينتين بيحافظ على النورمال جروس، رقم 3 بيحافظ على النورمال جروس اوف بون اند تيث. قال لي ازاي هنا بقى في البون والتيث؟ عندي خليتين ليهم علاقه ببناء وتكسير العظم، خدناهم في الهيستولوجي كلمه اسمها اوستيوبلاست. بلاست يعني يبني ولا يكسر؟ اوستيوبلاست بيبني. وكلمه ثانيه اسمها اوستيوكلاست يعني يكسر. فجماعه لو قدرت اعمل ريجوليشن ما بين الاوستيوبلاست والاوستيوكلاست بحيث اشغل اللي انا عايزه واوقف اللي انا عايزه، ساعتها ممكن اقدر ابني العظم وابني نورمال كمان. يعني الاوستيوبلاست تشتغل فالعظمه تطول وتكبر، بس ما ينفعش تزيد، ما ينفعش تخرج حته كده بره بالغلط، لا اوستيوبلاست تكسرها. يعني من الاخر انا بعمل كلمه اسمها اوستيوكلاست ظبط العلاقه بينهم في النورمال، ساعتها يطلع لك العظم بتاعك ماله نورمال. يبقى كده يا جماعه نورمال جروس وجروس اوف بولانتي رقم 4 ورقم 5. بصوا كده ده يا جماعه كده ابيسيليا، اهو ابيسيليا. يعني ايه ابيسيليا؟ يعني مش اندوسيليا، يعني ايه برضه ابيسيليا؟ هو الابيسيليا موجود فين؟ موجود في اي حاجه بره، موجود في اي حاجه مقابله الشارع في الهواء، زي رقم 1 طبعا السكن، رقم 2 و3 و4 اي حاجه اخرها كلمه اسمها تراكت. كل القنوات يا جماعه اللي اسمها التراكتات اللي موجوده في جسمي دي حاجه فاتحه على الشارع، وعشان كده كان لازم يكون عليها طبقه كيراتين عشان خاطر تحميها. مثلا مين يا جماعه الثلاثه التراكتات اللي عندنا؟ طبعا الجي اي تي الجاسترو انتستاينال تراكت، القناه الهضميه، رقم 2 القناه التنفسيه اللي يسموها الريسبيراتوري تراكت، رقم 3 القناه البوليه اللي يسموها اليورينري تراكت. الثلاثه التراكتات دول يا جماعه دول اللي فاتحين على بره، فدول الثلاثه اللي انا بسميهم ايبيثيليا. فالمفروض ان الفيتامين اي بيحافظ على النورمال ايبيثيليا، يحافظ على السكن بتاعي طبيعي طول ما هو موجود طبيعي، يحافظ على التراكت بتاعت الجي اي تي سليمه طول ما هو سليم، وهكذا. فلو حصل في اي مشكله توقع تحصل مشكله كبيره في السكن والثلاثه تراكتات زي ما هتشوف دلوقتي. طيب ايه ده يا جماعه؟ ده السيل ميمبرين. عايز اقول ان رقم 4 ورقم 5 بيحافظ على النورمال اي بي سي وبيحافظ على السيل ميمبرين، طبعا النورم. بيقول لي بيحافظ على الانتجريتي اوف ذا سيل ميمبرين. يعني ايه انتجريتي؟ سلامه السيل ميمبرين، بيحافظ عليه سليم يعني ما يبصش. يبقى كده يا جماعه سيشن فور فيجن 2 جروس، نورمال جروس وجروس اوف بون اند تيث. وبعد كده في حاجه اسمها ايبيثيليوم، وعلى الايبيثيليوم ده اسمه سيل ميمبرين. عشان افتكر مش بتكلم على السيل ميمبرين بتاع الايبيثيليوم اصلا، هو بيتكلم بصفه عامه. رقم 6، رقم 6 يا جماعه دي كانت كلمه مهمه قوي بالنسبه للناس من فتره كبيره، كلمه اسمها انتي كانسر. انتي كانسر فيتامين ايه ضد الكانسر ضد السرطان. يعني فيتامين ايه يا جماعه من فتره كده كان عمل عليه تجربه، لقوا فيها ان الانسان اللي كان بياكل فيتامين ايه كتير طول حياته لما كبر، لما وصل لمرحله المفروض يحصل فيها كانسر ما جالوش كانسر. ان يا جماعه الكانسر المفروض ان هو مرتبط بالسن الكبير. بيقول لي لما كان بياخد فيتامين ايه طول عمره لما وصل لمرحله السن الكبير ما جالوش كانسر. فدي حاجه كويسه. يبقى كده الفيتامين ايه منع حدوث الكانسر. بس يا جماعه لما خدوا عينه تاني بالنسبه لناس تانيه ما كانتش بتاكل فيتامين ايه، لقوا ان في نسبه منهم جالهم كانسر باعتبار ان هو ما كانش بياكل فيتامين ايه.
وجزء تاني ما كانش بياكل بس ما جالوش. طبعا اقصد بكلمه بياكل ما كانش بياكل بكميه كبيره يعني، لان طبيعي لازم ياخد فيتامين اي عشان ما يحصلوش مشاكل. فبيقول كده لقينا في علاقه بتقول ان الفيتامين اي انتي كانسر، مفيش كانسر يحصل. التجربه دي يا جماعه خلت الدنيا تتقلب. ليه؟ لان بكده انا ممكن اكون وصلت لعلاج الكانسر. ممكن يكون فيتامين اي ده لو خدته بكميه مركزه بتركيز عالي وحقنته عند انسان عنده الكانسر يخش الفيتامين اي ويدمر الكانسر ده، وكده حليت مشكله كبيره اسمها الكانسر، واحد من اخطر الامراض اللي موجوده. وعن طريق ايه؟ فيتامين. يعني ايه فيتامين؟ موجود في اي حته في الاكل. طبعا بداوا يعملوا تجارب على الاساس ده، بس بعد ما خلصوا التجارب هم كتبوا في الكتب بتاعتهم في الكتب الكبيره يقول لك they were so far disappointed. النتيجة خلاص انت انتي كانسر، الموضوع خلص، ده الكانسر خلاص هيتعالج. وفي ايه؟ في الفيتامين. يعني خلاص ما فيش في اي، مش هيبقى عندي مشكلة. يبقى يا جماعة علاجه اسهل من البرد. بس المشكلة قال لك ان هو بعد ما عملوا التجربة لقوا النتيجة كلها كل اللي كانوا بيكلموه فيه غلط. اكتشفوا حاجة واحدة بس، فيتامين اي از انتي كانسر في عملية البريفنشن، بيمنع حدوث الكانسر. لكن لما بيحصل الكانسر ما بيعالجش، هو كان موضوع وقاية مش علاج. فكده الموضوع بقى بالنسبة لي برضو رجعنا زي نقطة الزيرو، ايه علاج الكانسر؟ انتي كانسر. رقم 7 ريبرودكشن. ريبرودكشن الفيتامين اي مسؤول عن الريبرودكشن، مسؤول عن التناسل. ازاي يعني؟ يعني لو واحد ما بياكلش فيتامين اي يحصل عنده عقم؟ اكيد لا، مش كده. الريبرودكشن هنا يا جماعة يقصد بيها له دور كبير في عملية التناسل، بس في الانيمالز، في الحيوانات، في حيوانات التجارب مش في الانسان. بس ما زال برضه له دور في الانسان، بس مش معنى ان انا ما باكلش فيتامين ايه ان الراجل ده يجي له عقم، لا. بس هو بيساعد يا جماعه في الريبرودكشن ازاي؟ قال لي بص، بيجي على الراجل ويساعد في ظهور هرمون اسمه الاندروجين. ايه يا جماعه الاندروجين ده؟ التستوستيرون. بيطلع التستوستيرون من التستس، من يصنعه ويرميه بره في الدم. دي حاجه. قال لي يا دكتور رقم واحد بيزود الاندروجين. ده في الميل. في الفيميل بيحافظ على حاجه اسمها النورمان بلاسينتا. ايه يا جماعه البلاسينتا دي؟ مشيم. طيب في الميل والفيميل ما يحصل ريبرودكشن بيحافظ على حاجه اسمها النورمان فيرتيلايزيشن اند امبلانتيشن. كلمتين مش كتير علينا على فكره. خدنا قبل كده كلمه فيرتيلايزيشن لما السبرم الحيوان المنوي يتحد مع البويضه اللي هي الاوفا بيكون حاجه اسمها الزايجوت. دي عمليه التخصيب او عمليه الاخصاء، بيسميناها قبل كده كلمه اسمها فيرتلايزيشن. خدنا الكلمه دي قبل كده لما كنا بنتكلم في الهياليورونيك اسيد، وقلنا الهياليورونيك حوالين الاوفا وانزيم اسمه الهياليورينيديز موجود في السبيرم عشان خاطر يخترق البويضه. كلمه امبلانتيشن معناها لما الزايجوت اتكونت تتزرع جوه بطنه الرحم، ده معنى كلمه امبلانتيشن. فالفيتامين ايه كده يا جماعه ساعد في ايه؟ ساعد الميل ان هو يطلع الاندروجين، وساعد الفيميل ان يتحافظ على النورمال بلاسينتا المشيمه طبيعيه، وحافظ على النورمال فيرتلايزيشن وامبلانتيشن. ممكن نمسح ده كده؟ مش في حاجه اسمها ميل وفيميل وميل وفيميل مع بعض، مفيش حاجه اسمها كده خالص. ريبرودكشن رقم واحد بيزود الاندروجين في الميل، رقم اثنين بيمينتين يحافظ على نورمال بلاسينتا، رقم ثلاثه مينتين النورمال فيرتلايزيشن اند امبلانتيشن. وخلص الكلام. فيتامين اي 7 وظائف. تاني بقى كده، رقم واحد اسينشال فور فيجن، اثنين جروس نورمال جروس وجروس اوف بون اند تيث. قلنا يا جماعه البون والتيث عن طريق اوستيوبلاست واوستيوكلاست. بعد كده حافظ على نورمال ايبيثيليوم والسلم برين. انتي كانسر بتتنسي، والريبرودكشن لما تقولها قول معاها ثلاث كلمات. اندروجين في الميل والفيميل بلاسينتا، والاثنين قلنا فيه يا جماعه فيرتلايزيشن وامبلانتيشن. نمسح دول كده ونسحب خط صغير ونقول ديفيشنسي. يعني ايه ديفيشنسي؟ ديفيشنسي يعني لما الفيتامين اي ال، ايه اللي هيحصل؟ ايه الاعراض اللي هيشتكي منها العيان؟ مريني كده الاول الوظائف تاني. قلنا يا جماعه الوظائف رقم واحد اسينشال فور فيجن، رقم اثنين وثلاثه قلنا كروس نورمال كروس وجروث اوف بون اند تيث،
رقم 4 و5 النورمال ايبيثيليوم والسيمبري. 6 انتي كانسر. 7 ريبرودكشن. عايزين نعكس الوظائف دي عشان نطلع ديفيشنسي. رقم 1 لو الفيتامين اي مش موجود هيحصل بلايندنس. تقيل قوي يا جماعه الكلمه دي. واحد ما بياكلش فيتامين اي فيتعمي؟ لا، مش فكره ان هو يتعمي، بيجي له حاجه اسمها نايت بلايندنس، العمى الليلي او العشاء الليلي. ما يوصلش يا جماعه لمرحله ان هو يتعمي ما يشوفش، بس يحصل له مشاكل في الرؤيه، بيضعف عنده النظر، الفيجن بيقل لدرجه ان هو بالليل بتبقى الرؤيه عنده صعبه قوي. عند يا جماعه بيشتكي ان هو ما عرفش يسوق العربيه بالليل، ما بيشوفش. انا يا جماعه المفروض لو انا داخل من الشارع في الشمس كده والجو والنور شديد ودخلت على حته ضلمه فجاه كده وبعد شويه كده مش شايف، فكده عيني تظبط الرؤيه بتاعتي وابدا اشوف نوعا ما. نفس الكلام لو كنت نايم وصحيت بالليل وصاحب الليل والنور مطفي، بس ما زلت برضو بقدر اشوف قدامي الحاجات اللي موجوده، اقدر اشوف ان ده السرير اهو، ده كرسي، دي ترابيزه، ده مش عارف ايه، عشان ممكن اكون صاحي من النوم بالليل رايح اشرب ميه. العيان ده وهو صاحي من النوم رايح على المطبخ يقوم خابط في ترابيزه السفره مثلا وهو ماشي، ما هو مش شايف. دي مشكلته بالليل، الرؤيه عنده صعبه لو ما كانتش معدومه. عشان كده يا جماعه اول مشكله بتحصل عند العيان ده كلمه اسمها نايت بلايندنس. دي حاجه، كل حاجه ليها علاقه بالفيجن هنشرحها دلوقتي. ده رقم 1. رقم 2 بيقول يا جماعه رقم 2 مسؤول عن ايه؟ نورمال كروس. انا قلت ده كلام انشا، اكيد لو باظ الفيتامين اي او قل الفيتامين اي مش هيبوظ النورمال جروس، لا هيبوظ النورمال جروس، بس ايه اللي هيحصل؟ ايه الاعراض؟ ما هو الاعراض مش هتشوفها في النورمال جروس، هنشوفها على البون والتيف. يعني بدل ما كان المفروض يقف عند سن 10 هيقف عند 15، اتاخر. بدل ما كانت السن هتطلع بعد 6 ل 9 هتطلع بعد 12، اتاخر. بقول يا جماعه في عنده ديلي. يعني ايه ديلي؟ تاخر في الجروس بتاع البون والتيث. في كلمه اسمها ايربشن اوف التيث. كان يا جماعه السنه كلمه ايربشن يعني بيفتقع. السنه لما يجي يطلع كانها بتفتقع في اللثه، يعني كانها نزلت مره خرجت من اللثه. بيسموها ايربشن. ديلي في الجروس بتاع البون اند التيث. شفت انا عمال اعمل ايه؟ انا عمال اعكس. دكتور فيجن نايت بلايندنس. نورمال جروس اوف بون اند تيث، لا ده في ديلي في الجروس بتاع البون والتيث. رقم 3 بقى يا جماعه هي دي الفكره كلها. هو ده اكتر حاجه يشتكي منها العيان بعد كلمه النايت بلايندنس. مشكله في الابيسيليوم. ايه مشكله الابيسيليوم؟ هو انا يا جماعه لو عندي مشكله في الابيسيليوم يبقى عندي مشكله في السكن، ده اساسي. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل يا جماعه ان طبقه الكيراتين اللي موجوده هنا بدل ما هي نورمال هتبقى اب نورمال. هو يا جماعه الاسوء ان طبقه الكيراتين تزيد ولا تقل؟ الاسوء ان هي تزيد. تزيد ليه بقى؟ بص كده، الناس اللي بتشيل حديد من كتر ما هو بيشيل حديد في ايديه كده بيبدا يا جماعه يتكون حاجه ناشفه كده. ما هو الجلد بيحاول يحمي نفسه، بيكون طبقه كيراتين زياده عن الطبيعي فتبدا الحته دي تنشف. بلاش ده. الناس يا جماعه اللي هم اللي بيشتغلوا بايديهم ليل ونهار، الفلاح اللي ماسك الفاس طول النهار من الصبح لحد المغرب، ده من كتر ماسكه الفاس في ايده. لما تيجي تسلم عليه، سلمت على واحد بيشتغل بايديه على طول قبل كده؟ بتلاقي ايده رقم 1 مش ايدك، مش دي خالص. امال اولا ايده سميكه، ثيك شويه عن الايد الطبيعيه. تاني حاجه الواحد ايده طريه طبيعي، لا ده ايده ناشفه رف وخشنه في نفس الوقت. ليه؟ طبقه الكيراتين من كتر احتكاك الفاس ومن كتر احتكاك الماده اللي هو بيمسكها في ايده مع طبقه الكيراتين، السكن بيحمي نفسه. فيبدا السكن يعمل ايه؟ يبدا يكون طبقه كيراتين زياده وطبقه وطبقه وطبقه. بقى عنده طبقه الكيراتين قد كده. وبالتالي ايده تخلط وبقت خشنه. في نفس الوقت يا جماعه طبقه الكيراتين بتبقى سكيلي. يعني ايه كلمه سكيلي؟ سكيلز يعني قشره مقشره وتبقى دراي. دي يا جماعه الاعراض اللي بتحصل لو انا عندي نقص في الفيتامين اي. السكن بتاعي بيفقد الشكل الطبيعي بتاعه. ودايما بقول لما يحصل كلمه اسمها كيراتينيزيشن
يعني بقى يا جماعه كلمه كيراتينايزيشن زاد طبقه الكيراتين فين؟ في السكن او في الاماكن اللي فيها بي سي. اول حاجه بتكلم عليها في طبقه الكيراتين هو السكن. ودايما بقول لهم لما تحب تعرف ايه اعراض السكن بص في ايد الراجل الفلاح اللي انت سلمت عليه. اولا ايده بتكون ثك، وانا ثك يعني ايه؟ سميك. بتكون رف يعني خشنه، دراي وسكيلي. ما تنساش كلمه سكيلي دي، يبقى ثك ورف ودراي وايه؟ وسكيلي. دي حاجه. بقيه التراكتات انا عندي كام تراكت يا جماعه؟ قلنا ثلاثه اللي هم اللي بقى كده الجي اي تي ريسبيراتوري واليورين. الثلاثه دول بيحصل فيهم كلمه اسمها انفكشن. يبقى يا جماعه سهل قوي ان يحصل انفكشن في الاماكن اللي فيها الابيسيليا بتاعي بايظ. ما هو ربنا خلق الابيسيليا ليه؟ عشان يحميني. الابيسيليا هنا في طبقه كيراتين زياده، بس ما زال يا جماعه طبقه الكيراتين دي بتعمل لي مشكله اكتر ما بتحمي. هو اي حاجه يا جماعه بزودها عن الطبيعي بتقلب حاجه ابنورمال وتعمل لي مشكله. فكان يا جماعه طبقه الكيراتين دي بقت مكان ممكن يبقى سهل جدا بكتيريا تتجمع فيه. عشان كده بقول في حاله الجي اي تي والريسبيراتوري تراكت واليورين تراكت الثلاثه حصل فيهم انفكشن. زائد اليورين تراكت يا جماعه اكتر مشكلتين يحصلوا فيها يكون في انفكشن او يتكون فيه ستونز. والستونز يعني حصوات. ما تنساش كلهم انفكشن، بس بزود في اليورين تراكت كلمه اسمها انفكشن. سوري ستونز. لسه في حاجه يا جماعه ناقصه. في يا جماعه قنوات اسمها السيمينيفرس تيوبيوز. واعتقد ان انتوا خدتوا الكلام ده في الهيستولوجي. لو ما خدتوش في الهيستولوجي دي عباره عن قنوات موجوده في الجهاز التناسلي بتاع الراجل. منتهين. يعني ايه قنوات؟ بص كده معايا. قناه يا جماعه جهاز التناسلي ايه وظيفته؟ يصنع سبرم، والسبرم يعدي عن طريق قنوات عشان يخرج بره، عشان يقابل الاوفا. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل كلمه اسمها يا جماعه كيراتينايزيشن. طبعا التيبيولز دي اسمها تيبيولز مش اسمها تيوبس. تيبيولز يعني حاجه صغيره. فبص كده حطيت طبقه كيراتين هنا وطبقه كيراتين هنا. ايه اخبار التيبيول؟ اتقفلت. اخبار السبرم عارف يطلع لبره؟ لا. ده يا جماعه سيعرف يخلف؟ لا. حاجه اسمها استيريليتي. كلمه استيريليتي معناها عقد. هي نفسها كلمه اسمها انفيرتيليتي. يعني يا جماعه فيرتيليتي؟ فيرتيليتي يعني خصوبه، وانفيرتيليتي معناها عقد، مفيش خصوبه. يبقى خدت بالك ان اكتر مشكله عملتها هي مشكله الكيراتينايزيشن. شايف لما جيت على الابيسيليوم وبوظته؟ طبعا انتي كانسر مش هاجي اقول لك بعد واحد ما بياكلش فيتامين اي فيجيله كانسر، لا طبعا. الريبرودكشن حصل فيه كلمه اسمها ستيريليتي. ايه سبب الريبرودكشن اللي باظ؟ وايه سبب الانفكشن اللي حصل في الجي اي تي والبيرين تراكت والريسبيراتوري تراكت؟ وايه سبب المشكله اللي حصلت في السكن؟ كل ده سببه يا جماعه زياده طبقه الكيراتين، كلمه اسمها كيراتينايزيشن. ده لسه الكلام ما خلصش. طبعا يا جماعه العين المفروض ان فيها كميه من الدموع بترطبها. كلمه لاكريمال جلاند معناها يا جماعه كلمه لاكريمال جلاند الغده الدمعيه. بصوا معايا كده العين اهي كده يا جماعه. ميديال ولا لاترال؟ ده كده ميديال. بيقول لي دكتور هي الغده الدمعيه دي موجوده فين؟ ميديال ولا لاترال؟ موجوده هنا ولا موجوده هنا؟ الغده الدمعيه ميديال ولا لاترال؟ الطبيعي طبيعي مكان الغده الدمعيه تكون موجوده لاترالي هنا كده. وفتحه يا جماعه عن طريق قنوات كده بيسموها اللاكريمال داكت. شايف القنوات قد ايه؟ الغده دي بتصنع الدموع، تفرز الدموع على الدم او سوري على العين عشان تحافظ يا جماعه العين في صوره رطبه. امنع حاجه اسمها دراي اي جفاف العين. طبعا المفروض بعد كده ان الدموع دي بتتجمع اهي وتبدا تنزل عن طريق قناه موجوده هنا كده بيسموها النيزو لاكريمال. نيزو لاكريمال دكت قناه موصله ما بين الدموع ما بين النوز. فبيقول لي بصنع هنا وانزل وتتصرف عن طريق النيزو لاكريمال دكت. ده الطبيعي اللي بيحصل. طبقه اسمها كيراتينايزيشن، طبقه كيراتين. فين بقى المره دي؟ بص فين؟ اهي.
شايف يا جماعة أصلاً الكلاتين والدب دي صغيرة جداً. كوني عملت طبقة من الكيراتين هنا كده، إيه اللي هيحصل؟ عملت بلوك، قفلت اللاكي مردكت. اخبار الدموع، عارف يا جماعه نزل الدموع من هنا على العين؟ لا، ما عادش في دموع على العين. بقى عندي كلمه اسمها دراي اي، جفاف العين. جفاف العين مشكلته كلها في اسمه، يمكن التفسير ده زي كل التفسير اللي فات، كلمه اسمها كيراتينيزيشن. كلمه دراي اي بتساوي كلمه اسمها زيرو. كلمه زيرو جايه من كلمه اسمها زيروزس، وزيروزس يعني جفاف. كلمة زيرو يعني جفاف. وكلمة عين اسمها اوفثالميا. الرمد يا جماعة ان شاء الله في مادة اسمها الرمد. علم دراسة الرمد او الرمد اسمه اوفثالمولوجي. اوفثالمولوجي. فكلمة اوفثالمولوجي معناها الرمد، معناها عين. فكلمة زيرو يعني جفاف، وكلمة اوفثالميا يعني عين. معناها دراي اي بالانجليزي، ده بيساوي كلمة اسمها دراي اي. طبعا لازم تحفظ كلمة زيرو في ثانية دي، لازم تتحفظ عشان في امتحان الشفوي هو مثال يسمع كلمة زيرو في ثانية. أي حد ممكن يسمع كلمة اسمها دراي اي. بس لو زنقتك تقول دراي اي، أنا هقول إيه؟ أسكت؟ لا، هقول له دراي اي، هقول له جفاف العين بالعربي حتى، بس هو ما أقول الكلمة. بعد كده أبدأ أفتكر كلمة اسمها زيرو في ثانية دي. بكده بصي بقى هنا فانكشن ديفيشنسي. هقول الفانكشن وقصادها على طول الديفيشنسي. رقم واحد اسينشال فور فيجن. وبالتالي لو حصل ديفيشنسي يحصل كلمه اسمها نايس بلايندس. وبالمره بقى بدل ما نتكلم على العين كلمه اسمها زيرو ثالميا. بس ايه سبب زيرو ثالميا؟ طبقات الكيراتين، كيراتينيزيشن قفل اللاكي مانت. رقم 2 و3 جروس وجروس. قلنا النورمال جروس، والجروس بتاع البون وتيث. يا جماعه لو قل الفيتامين يحصل ديلي في الجروس بتاع البون وتيث. 4 و5 قلنا ايبيسيليم والسيل ميمبرين. نمسك بقى الايبيسيليم، لا ممكن يحصل طبعا من الكيراتين اسمها كيراتينيزيشن تتجمع على الاسكازم وتخليهولي ثيك ودراي ورف، وما انساش كلمه اسمها سكين. ثلاث تراكتات يحصل فيهم انفكشن زائد في اليوناني تراكت في كلمه اسمها ستود. رقم 5 انتي كانسر. ورقم 7 ريبرودكشن. يحصل ايه في الريبرودكشن كوظيفه؟ ثلاث حاجات، بزود الاندروجين، بحافظ على بلاسينسا، بحافظ على فيرتلايزيشن امبلانتيشن. لو باظ الريبرودكشن بيحصل كلمه اسمها ستيريليتي. بس ايه سبب الستيريليتي؟ برضه كلمه اسمها كيراتينيزيشن بتاع تيبيول، سميتها يا جماعه السمنيفروس تيبيول. يبقى من الاخر كده يا جماعه كل الاسباب في الديفيشنسي هتلاقي كلمه واحده اسمها كيراتينيزيشن. اللي بوظ الريبرودكشن كيراتينيزيشن، اللي بوظ العمل زيرو في ثالميا كيراتينيزيشن، اللي بوظ السكين والتراكتات برضه كلمه اسمها كيراتينيزيشن. يمكن الحاجه الوحيده بس اللي قلناها هي عباره عن الفيجن، عمل كلمه اسمها نايت بلايندنس. هتلاقيني كاتب لك في الوظيفه جنب كلمه نايت بلايندنس اشرح. ومفيش ولا كلمه قبل كده كتبتها بالعربي في المذكره ما عدا الكلمه دي. دي اول كلمه شويه مكتوبه عندك بالعربي اللي هي اشرح. اشمعنى؟ عشان يا جماعه وظيفه الفيتامين ايه ما بتجيش في الامتحان. لان هي لما بتيجي في الامتحان بيبقى فيها تبع الوظيفه بتاعتها عنوان اسمه Essential for vision. اشرح ال Essential for vision. محدش بيشرحها عشان كده محدش بياخد فيها درجه كامله. مهم قوي يا جماعه الموضوع لما اقول لي اكتب Essential for vision نقطتين واشرح عنوان اسمه ال Visual Cycle. بصوا انا هعمل ايه؟ بصوا انا هعمل ايه وركز معايا كويس. اللي انا هعمله دلوقتي ان هرسم لك حاجه اسمها ال Visual Cycle. يعني ايه فيجوال سايكل؟ يعني ايه سايكل؟ سايكل يعني ابدا بحاجه وانتهي بيها. ده معنى كلمه سايكل. نرسم كده السايكل مع بعض. ركز معايا في كل كلمه بقولها، لان الفيجوال سايكل دي من اصعب الحاجات اللي موجوده في المنهج كله. بيقول لي بص يا دكتور، في الفيجوال سايكل انا اكلت فيتامين اي. اكلت فيتامين اي. نزل على الاسوفيوس، وبعد كده على الاستومك، وبعد كده على الانتستين. بعد ما عملت الدايجيشن الابزوربشن جن الانتستين على حاجه اسمها البورتال فين. مين البورتال فين؟ اللي اسمه الوريد البابي الكبدي. انا رحت بعد كده على مين يا جماعه؟ على الليفر. الفيتامين اي حاليا موجود في الليفر واسمه اسمع اول ترانس ريتينول. خدت بالك من المقطعين؟
اولا موجود في الصوره اسمها يا جماعه الدرام، ثانيا في مقطع اسمه اور، يعني مجموعه قلب. حلو الكلام. نتفق على حاجه، انا وظيفه الفيتامين ايه بالنسبه لي كانت ايه؟ كانت رقم واحد السنشال فور فيجن، حاجه اسمها الفيجوال سايكل. ربنا يا جماعه خلق في العين نوعين من مستقبلات الضوء، خدناهم في الثانويه بالعربي، في حاجه اسمها الكونز. كونز يعني ايه بالعربي؟ يعني مخاريط، وكلمه اسمها الروتس، وروتس بالعربي يعني العصي. خدنا الكلمتين دول عصي والمخاريط، اكيد خدناهم، اكيد سمعنا عنهم حتى لو كلمه كده سريعه. فعندي كلمه اسمها روتس عن كلمه اسمها كونز. اسمع، الكونز هي المخاريط دي بتاع الضوء بتاع الصبح بتاع النهار، بسميه البرايت لايت، الضوء القوي اللي بيستقبل الضوء اسمهم الكونز. لكن يا جماعه الضوء بتاع بالليل والضوء الخافت اللي بيسموه كلمه اسمها ديم لايت، ديم يعني خافت يعني ضعيف، دي حاجه اسمها الروتس اللي هي العصي. انا دلوقتي يا جماعه بالليل المفروض اللي بشوف بيه بالليل عن طريق حاجه اسمها الروتس. وخليك فاكر ان الفيتامين ايه لما باظ ايه اللي حصل؟ نايت بلايند. فانا كل كلامي حاليا على مين؟ على الروتس. جوه الروتس في سبب اسمها، بص كده معايا، اسمها الرودوبسن. اسمها يا جماعه؟ رودوبسن. رودوبسن دي سبب. الرودوبسن دي عباره عن حاجتين، الاولى كلمه مكتوبه اهي اسمها الاوبسن، ما دام اخرها اي ان تبقى عباره عن ايه؟ بروتين. يبقى يا جماعه الرودوبسن ده عباره عن بروتين اسمه الاوبسن زائد بقى مين؟ الفيتامين ايه بتاعنا. هو الكونز والروتس دي موجوده فين؟ في الليفر؟ ولا في الريتنا؟ في الريتنا. وانا موجود في الريتنا، يبقى اسم الفيتامين ايه بتاعي؟ ريتينال ولا ريتينول؟ ريتينال. اسمه يا دكتور ريتينال. واسمه كمان 11 سيس ريتينال. بجيب مركب اسمه 11 سيس ريتينال، بروتين اسمه الاوبسن، وامسكهم في بعض، فيدونا حاجه اسمها يا جماعه الرودوبسن. سابها بحطها جوه حاجه اسمها الروتس، ودي اسمها مستقبلات الضوء عشان اشوف. حلو الكلام؟ اسمعني بقى كده وركز كويس. الاوبسن كبروتين ما بيمسكش مع اي نوع من انواع الفيتامين ايه غير اللي بيتوفر فيه شرطين. كوني موجود في الريتنا كان لازم يكون اسمه ريتينال. والشرط الثاني يكون اسمه 11 سيس. عارفين لو خليت اسمه 11 سيس ريتينول هيقوم الاوبسن سايبه ماشي. لو سميته اول ترانس ريتينال هيقوم الاوبسن برضه سايبه ماشي. يبقى يا جماعه عمري ما هعرف اكون الرودوبسن غير في حاله واحده بس. الحاله دي فيها شرطين، اكون اسمي 11 سيس ويكون اسمي ريتينال. ماشي الكلام؟ طيب بيقول يا دكتور بدات الكلام ازاي؟ خدت مركب اسمه الاول ترانس ريتينول، اول ترانس ريتينول، وحولته في الليفر لماده اسمها 11 سيس ريتينول. وانا عملت ايه يا جماعه؟ غيرت الاول ل 11 سيس، غيرت الترانس لسيس. الكلام ده حصل فين؟ في الليفر. الليفر جرامر بتاع ده في الدم عشان يروح لمين يا جماعه؟ انا كان هدفي من الاول خالص، هدفي من الاول خالص الريتين. ايه اللي وصلني من الليفر؟ مركب اسمه 11 سيس ريتينول. اسالكم سؤال، ينفع ال 11 سيس ريتينول يمسك مع الاوبسن؟ هو كده معايا كام شرط؟ واحد، هو 11 سيس. لسه شرط ايه يا جماعه؟ الريتينال. تقوم الريتنا واخد المركب اللي اسمه 11 سيس ريتينول وتحول لمركب اسمه 11 سيس ريتينال. كده يا جماعه الشرطين اتكونوا؟ اه. ساعتها امسك الريتينال ده مع البروتين اللي كان اسمه ايه من شويه؟ اوبسن، واكون ماده اسمها الرودوبسن. بكده صنعت حاجه اسمها الرودوبسن، حطوها جوه الروتس واستنى بقى الضوء عشان خاطر يحصل التفاعل بتاعها. بيقول لي رقم ثلاثة اون اكسبوجر تو لايت. اون اكسبوجر تو الفوتونز، ايه الفوتونز؟ الضوء. لما الضوء يا جماعة بيقع على الشبكية، ايه اللي هيحصل؟ مين مستقبلات الضوء دلوقتي؟ وبتكلم على الديم لايت، مادة اسمها الروتس. أول ما الضوء يقع على الشبكية، على حاجة اسمها الروتس، اللي بيحصل إن المادة اللي اسمها 11 سيس ريتينال بيتحول يا جماعة من مادة اسمها 11 سيس ريتينال اللي كان ماسك مع إيه من شوية؟ مع الأوبسن. يتحول لمادة اسمها أول
ترانس ريتينال. هل ده هيفضل ماسك مع الاوبشن؟ لا، ما دام اتغير هيقوم يا جماعه الاوبشن حصل له كلمه اسمها ديسوشيشن ماشين. هنا كده هتبدا تحصل تغيرات معينه في النيرف اللي اسمه الاوبتيك نيرف عشان اقدر اشوف. بعد كده يا دكتور اول ترانس ايه يا جماعه دي؟ ريتينال. احنا سمينا الموضوع كله على بعضه كلمه اسمها ايه؟ فيجوال سايكل. يعني اللي بدات بيه انهي بيه. انا فين دلوقتي؟ في الريتن او اسمي اول ترانس ريتينال. هاخد المركب اللي اسمه الاول ترانس ريتينال وهقول الماده اسمها اول ترانس ريتينول. يخرج من الريتنا على الدم، ومن الدم يوصل فين؟ يوصل الليفر وترجع تكرر السايكل تاني. سؤال ايه ده بقى؟ ايه اللي اتقال ده؟ انا استفدت ايه بقى؟ انت كانسان استفدت ايه؟ سيبك من انت كدكتور، انا استفدت ايه لما عرفت ان هو كان اسمه ريتينول بقى اسمه ريتينول؟ ولا كان اسمه ريتينول بقى اسمه ريتينول؟ ولا كان اسمه زي ما كان اسمه؟ انا استفدت ايه؟ تمام لو ما خدتوش بشوف الليل واحصل كلام كتير، انا بتكلم على كلمه ريتينال وريتينول وريتينوك. استفدت ايه لما عرفت ان هو كان 11 سيس وبقى اسمه والترانس؟ انا مشكلتي يا جماعه في الحته دي ان الموضوع ده كلام حفظ. ممكن يجي لي في الامتحان سؤال بس ساعتها بيقول لي انت حافظ ولا مش حافظ؟ حافظ اكتب، مش حافظ مش هتكتب. طيب عشان نحل المشكله دي اكتب ثلاث جمل بالعربي. ثلاث جمل بالعربي، يكتبوا هم السايكل دي لوحدهم، وانا مش هحفظ حاجه. ايه هما الثلاث جمل دول؟ قال لي رقم واحد ابدا بالليفر. اسمع كلام كويس. ابدا بالليفر ما تكتبش حاجه. ابدا بالليفر بمركب اسمه اول ترانس ريتينول. شفت بقول ايه؟ ابدا بالليفر وابدا بالاول. اول اول يعني اول ترانس، واول يعني مركب اسمه ريتينول. يبقى ابدا بالليفر اول ترانس ريتينول. جملة رقم اثنين، اسمع. يقول لي يا دكتور في الجملة الأولى أنت خدت بالك إن المركب بتاعي فيه مقطعين، مقطع اسمه أول ترانس أو 11 سيس، ومقطع اسمه ريتين أول أو ريتينال. يقول لي في الجملة الأولى بغير المقطع الأول. يبقى الجملة الثانية بعمل إيه يا جماعة؟ بغير المقطع الثاني، وانتهت بقى السايكل دي. إزاي؟ ابدأ بإيه؟ ابدأ يا دكتور بالله. مركب اسمه ايه؟ اول واول، يعني ايه يا جماعه؟ اول ترانس ومقطع اسمه اول. معلش هكتب كده عشان خاطر انجز بس. خلاص انت فهمت كلمه اول يعني اول ترانس، وكلمه اول يعني ريتينو. في الجمله الاولى بغير ايه؟ المقطع الاول، بدل ما هو اسمه اول يبقى اسمه يا جماعه 11 سيس. اغير اول؟ لا، يبقى اول زي ما هي. انا كده فين؟ في الليفر. اهرب من الليفر الى الدم، ومن الدم اوصل لفين؟ اوصل للراتب. مش ده يا جماعه الجمله رقم 2؟ اتكلم على مين؟ على 11 سيس ريتينول. في الجمله الثانيه بغير المقطع الثاني، يبقى سيب دي زي ما هي واحوله الى 11 سيس ريتينال. مش اسمك ريتينال؟ وفي الريتنا معايا الشرطين، امسك مع مين؟ مع الاوبسن، واكون حاجه اسمها الريدوبسن. بعد كده اتكلم على حاجه اسمها اون اكسبوجر تو لايت، لما اتعرض للضوء. لما اتعرض الضوء يا جماعه دول جملتين. تاني اهو، ما هي دي كانت جمله ودي كانت جمله. دي كده يا جماعه لوحدها جملتين. يبقى نفس الكلام، في الجمله الاولى المقطع الاول، وفي الجمله الثانيه المقطع الثاني. هو مين ده؟ 11 سيس ريتينال. لما يتعرض للضوء اغير المقطع الاول، يبقى اسمه يا دكتور؟ يبقى اسمه اول ترانس ريتينال. وساعتها هيتفصل من مين؟ ما دام كان ماسك مع الاوبسن وتغير ديسوشيشن من الاوبسن. الاول ترانس ريتينال يبقى اسمه ايه؟ قال يا دكتور بعد كده في الجمله الثانيه بغير المقطع الثاني ويتحول الى اول ترانس ريتينول. اول ترانس ريتينول يخرج من الريتن على الدم، ومن الدم يوصل للليفر واكرر السايكل دي تاني. فانا مش هحفظ السايكل. والمفروض انا بحط امتحان ما اجيبش سؤال زي ده، لاني ما استفدتش منه حاجه. خلاص الفيتامين ايه مهم للنظر وانتهينا. ايه بقى 11 سيس وول ترانس واللفه الكبيره دي؟ يهمني لما كنا بدرس حاجه زي دي اسمها فيجوال سايكل اصلا. فاقول يا جماعه ابدا بالليفر وبالاول والاول. الجمله الاولى غير المقطع الاول، والجمله الثانيه غير المقطع الثاني. وافتح الكتاب او افتح المذكره. على فكره خلصت الفيتامين ايه تقريبا. مش فاضل فيه غير جملتين صغيرين قوي من الحصه اللي جايه مع الفيتامين دي. يا دكتور يعني
أول صفحة أول صفحة اكتب عليها فوق خالص كده ام سي كيو. أول صفحة اكتب عليها ام سي كيو بس بسرعة شوية. اكتب عندك ديفينيشن كلاسيفيكيشن بعد كده امبورتنت ديفينيشن. في الامبورتنت ديفينيشن خد من كل واحد تعريف بالحرف اللي انا بقوله ده. خد من كل عنوان التعريف بس. في امثله مكتوبه تحتيه ما تقراهاش اصلا. يبقى يا جماعه في ثلاث تعريف عندك. اعرف يعني ايه برو فيتامين، اعرف يعني ايه كلمه فيتامير، يعني ايه كلمه فيتاجين. وانت ايه؟ ايه اللي صح؟ فيتامين ايه؟ الكيمستري والانواع مش فيهم حاجه نتكلم عليها. السورس علمني على كلمه انيمال سورس اون. علمني على كلمه انيمال سورس اونلي وبعد كده بروفايد. انزل تحت بروبرتيز اكتب جنب البروبرتيز اكس صغير كده. انا ما بذاكرش بروبرتيز. ايه اللي بالصفحه؟ مفيش حاجه اسمها ما بذاكرش حاجه. ما بذاكرش البروبرتيز لان في طريقه اذاكرها بيها في الاخر اجمعها كلهم على بعض مش هفضل نحفظ كل واحد لوحده. في عندك عنوان اسمه الابزوربشن ما خدناهوش لسه. فانكشن ديفيشنسي خلاص بقى. الفانكشن والديفيشنسي ده سؤال امتحان مش فيه كلام. هدفي من كل درس فانكشن وديفيشنسي. بعد كده مكتوب عندك الار دي اي سيبها دلوقتي او الريكويرمنت سيبها دلوقتي. ايه اللي بالصفحه؟ هتلاقي عنوان مكتوب بالازرق اسمه فيتامين اي از اسينشال فور فيجن. فيتامين اي از اسينشال فور فيجن اكتب عليه ده مهم. ده مهم وده تبع الوظيفه. ولما يقول لي يا جماعه اسينشال فور فيجن ببدا كلامي من هنا مش ببدا كلامي من اول الليفل. ابدا اول كلامك كله يا دكتور في عندي نوعين من المستقبلات روتس وكونز قبل ما تقول اي حاجه. اكتب بقى عندي ثلاث جمل بالعربي كده. ثلاث جمل بالعربي دول اكتبهم على السايكل. شايف حاجه؟ ابدا بالليفر رقم واحد. ابدا بالليفر. ابدا بالليفر سهم كده اول ترانس ريتينول. رقم اثنين الجمله الاولى غير المقطع الاول. الجمله الثانيه غير المقطع الثاني. انا هتكلم على السايكل دي تاني المره الجايه بس لازم تكون حفظت الجملتين دول عشان خاطر تعرف تكتب السايكل بايد لحد ما اشوف المره الجايه اعمل فيها ايه تاني. لسه الكلام فيها كتير بس انا خدت منها كلمتين صغيرين عشان خاطر افتح الدنيا شويه. الحصه اللي جايه امتحان انزايم الاربع والخميس ما تجيش مش مذاكر. هل سؤال يا جماعه استنوا